شوف الكلمة وشوف مين. اهلا بس الشباب. الحمد لله كشفناك. الحمد لله. لاباس انت وين؟ لاباس ما تعرف اختي مريضة في الدار وحدا ما نجيش خليها واحد. مش هي مشكلة على لا يعني كي نلقى فاضي وهكا نولي نجيب صاحبي ما تعرف. تشرب قهوة؟ اسمعني برجولية مسروق. لا يا مش نرجع لاختي وحدها في الدار خليتها قلت لها في ساعه نرجع
مش مشكل معناتها نعوضي. ما بتعرف الحنينه مواسيتنا عليها برج وليا وانا ما نجمش، قلبي ما يعطينيش ما بتعرف، وزيد تخاف عليها اختي راهي من لحمي ودمي. عليها انت مبرمج حاجه؟ في بالي انا مبرمج موضوع الخمس مئة مزروعة عند الأخت، ما أعرفش. جينا برج وليا بديت زيادة نحب نبدل شوية الجو. جينا باش تستنى. تعرفش كيفاه؟ تنظم أموري ومن هنا لليل نكلم. جينا نستنى تليفونك. واضح صح باش نكلم. سلام. والله قلت له وندمت انا تو كيما نمشي نسهر انا الليل باش تقف الدنيا يا اخي كبرت اختي راه ما تعرف كي بروحها زين قاش انا كل ليلة شد لها وجهها انتي راهي قلقت مني اصلا برجي وليا نكلم الطفل نمشي نسهر الليلة مولاها هي بعمري ولا تحكي معاك بالبكوش
عسلمة هيني بالحمادي بيك عسلمة قلت لك عسلم سافا والله يا هانا الحمد لله كنت راه شعرك طاق ونقسمك بلي تنتحر ننتحر طب هاي تاني بسكابيوش هاي يا بدي هاي التسجيلة الأولى